السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي راي مقطع جديد. اليوم جاي فكرة جديدة صراحة ما شفتها من أي حد من قبل، كنت ألعب وجت على بالي مرة واحدة. الفكرة باختصار إني بدخل اللعبة وبدخل أقيام في اللعبة وبسوي نفسي بوت. تعرفون أنت الحين لو مثلا كنت تلعب وطلق عليك بوت أو شفت بوت تبني بالدرعم، لو أنت مرة مرخي بتروح لو أنت كذا إيز، يعني ما بتكون مرة متحمس أو ما بتبني أشياء أو ما بتاخذ احتياطاتك، بتروح لكذا وأنت مرخي بتقرب عليه بتطقطق عليه او بتقتله على السريع، يعني باختصار انك ما بتاخذ احتياطاتك لما تدعم على بوت. فهذا اللي اريده يصير اليوم، ان الناس يدرعموا لي هم مره مرخين، يوم يقربوا مني صح وقتها اجي اطلق عليهم او اقتلهم مره واحده كذا اصدمهم واشوف ردات فعلهم. وقبل ما نبدا لا تنسوا تحط لايك على المقطع، اللي حاب يدعمني يحط لايك سريع وشاركوا فعل الجرس، واللي حاب مره يدعم يقدر يستخدم كود المتجر سيو اس اي او. اخليكم على المقطع ومشاهده ممتعه. الحين جبت لكم لبس منوب صح، اللي بيشوفني الحين بيقول هذا بوت على طول كذا بدون حتى ما يشوف لعبي، هذا بوت. السكان خلصنا منه، الحين اللي بسويه اني بنزل مكان بعيد يا شباب، بنزل اي مكان بعيد يعني بلوت بجمع موارد وهيلات والحركات الحلوه هذه، وبعدها اروح ادور على اللاعبين ومثل اني بوت. هذا بسويه. اوكي يا شباب، شفت واحد هذا قدامي، اول واحد بجرب عليه الخطه الحين، تشوفون صح هنا ترى لازم اشوف النايم بيض يعني. حلو 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 حلو، يا ربي درعم، بس يا ربي درعم. يا اخي اكره اللي يمسكون سنايبر، اتوقع انه يعرف اني بوت الحين او يحسب اني بوت يعني. جالس يعرق، شو السالفة؟ يبغى يجيبني سنايبر شكله. الحين بنصدم مرة واحدة. يبغى يجيبني الناس سكوب. او ماي جاد، والله اني صدمته. تستهبل انت، تستهبل. يبغى يجيبني الناس سكوب يا شباب، شفتوا كيف؟ انصدم هذا وتحتي طالعني. خلنا نزم شوي. لا اقول الحين مره قال بوت، اكيد بوت، اكيد بوت، انا متاكد. اح بوت، في اثنين هنا مو بس واحد. بسوي نفسي بوت الف مره. اقتلع عاد، يلا يلا يلا، كمل تمثيل كمل تمثيل كمل تمثيل. طور التعريق بدا. خلاص يكفي، اعوذ بالله، خليته دمجني كثير. اوه ماي جاد، شوفوا كم خلى هيلي، والله نقصني مره. ولا بوت ولا لا؟ يب يب، بوت بوت بوت. بوت اسمه حميد، يا سلام، بوت اسمه حميد، ام تطور. 10 الحين بقعد ادورهم ساعة. هذا لقيت واحد، يا رب ما يكون بوت. بوت ولا لا؟ بوت ولا لا؟ ايش رايكم انتم؟ واضح انه بوت.
هو واحد جانا في القارب من هنا من وراي. لا لا هذا مو بوت. المشكلة جاني، شفتوا كيف والله نجحت الخطة يا شباب؟ المشكلة هذا شافني الحين، مستحيل يصدق اني بوت، لازم اقتله. ولا اسحب عليه ولا اجيب بعدين. اوكي اوكي هذا بسوي ان شاء الله، ما يكون تبع السكن يا رب. هذا بوت يا شباب، اوكي ما هو مثل عنده بقتله على طول. يب هذا هذا عند الدروب. طيب شو بسوي الحين؟ الحين بدأ تمثيل النبوت. هذه مرة ضبطت عليه مسكين. Oh my God. هذه مرة ضبطت عليه مرة بزيادة. يطالعون الحين مقهورين من الحركة الخايسة. لا يا شيخ كل جاي بس. تعال درعم لي يلا تعال. الحين بصدم عيشته. الحين بصدم عيشته يا شباب، بيجيب لي نوسكوب صدقوني. لا حرام لا لا والله توقعت. شوفوا هذا فاز بدون ما يسوي شيء، بس والله الخطه نفعت يا شباب. شفتوا كيف انصدم؟ مره انصدم قال كيف هذا تو بوت، كيف مره واحده كذا عرق. اح الحركه حلوه كثير. اوكي خلينا نجربها جيم ثاني نشوف تضبط ولا لا. تمثيل تمثيل. في ناس ثانيين هناك على اليمين ولا شو؟ درعم لي درعم لي يا شباب ولا؟ حلو حلو يحسبني بوت. شوفوا كيف اخذ راحته مرة مني. يوهو الثاني رمى قنابل ودمجتني انا، شوفوا الحظ. جيب الكوب. يبغى يجيب نو سكوب. او ماي جاد ضبطت عليه الحركه. شفتوا كيف عطاني راح مره خلاني ارتاح. والله الخطة ماشية صح يا شباب.
عندنا هي الحين قاعد يدمجون في بعض بهي لنا. هولي اخيرا خلصنا عليهم الكريه هذا بالذات. والله الخطه حلوه كانت ضابطه صح، بس اكثر من واحد جا المكان يعني كثير مره مو شوي. لقيت لاعب يا شباب. اوكي لقيت لاعب اخيرا حلو. خليني امثل عاد. وراك يا احول هنا. سماعتك خربانه الله يهديك. يكفيك درعم. شوف كيف اخذ راحته. شوفوا كيف الحين بزوم مره واحده. القم يا مسكين. يخرب بيت لوت يا شباب. ايش هذا؟ او ماي جاد عليك لوت يا ولد. هذا بوت، هذا بوت عن جد. انا اروح اقتلها اخلص الموضوع. طيب يا رب يا رب ما حد سمعني يكون. اكيد سمعني هذا المعرق اللي كان هنا الحين بيدرعم. هذو هنا. الا حركات كرياتيف وما ادري شو. اح اح القنبس. او ماي جاد والله سويت له يا شباب مره سويت له. شفتوا كيف حلو الحين 1 في 1. اوكي شوف هذول ضد بعض واحد قتل الثاني. حلو حلو ما هي ثلاث ضربات علي يجيب ضربات الحين. يلا يا رب ما ادري ليش انا متحمس كذا بس يلا حطوا لي لايك. اوكي حطوا لايك بالله لو قدرت ضربات. راح دمجني دمجني الحين بيصدق مره بيصدق صدقوني. الحمد لله انا دمجني الحمد لله انا دمجني. بيحاول يجيب علي نوسكوب اتوقع. يا ابوي درعم ايش فيك كذا خايف؟ درعم تعال دمجني. سنايبر قدامك بوت تعال. عاد خلاص كفي تمثيل. كفي تمثيل يلا تعال انزل عندي تعال. القم القم حسبون النوبة. يوم ما رقصت حرام الله. الشباب الحركة حقيرة جد.
طيب الحركة جد حقيرة يعني، مرة أحسها تقهر. تخيل تروح لواحد نبوت مرة واحدة يعرق عليك وكذا ويحط لك ضربات. المهم أتوقع إنه يكفي اليوم جيمين يعني، كان شيء حلو. لا تحط لايك هالمقطع أوكي، شيء مهم عشان يودي المقطع لفوق. اللي حاب يشترك يفعل الجرس، واللي حاب يدعمني مرة يقدر يستخدم كود المتجر سيو. أشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.